كلنا سبحان الله نخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون، بس ده تستغفر وتتوب مع الإقلاع عن الذنب. مش هذا بيطلع بالنسوان استغفر الله، عم بفتح عيونه وعم بنظف الإزازة، ما بيجوز. حتى هنا تكلم العلماء انه هي استغفار، بس اذا عم بقول بهالطريقه يخشى على دينه حتى ما يصير في نوع من الاستخفاف او الاستهزاء والعياذ بالله. نعم، اول ما يجي يقول لك شوف صلي على النبي، شو عم بقول له؟ شوف امراه يا لطيف والعياذ بالله عاريه، وبده يقول لك قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيجوز. انت بدك تغض بصر. وهون كما ذكرنا يتكلم علماء عن ذلك، وذكر ذلك الإمام قاضي عياض في كتابه الشفا عن مثل هذه الأمور، ماذا يحكم عليه؟ هل بالفسق؟ هل بالكفر؟ هل بالردة؟ هل يقول ذلك استهزاء أو استخفافا؟ في أحكام تترتب على هذه الأمور، ما هينه.